فاقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله علق الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأن حديث متخصص في الحديث، وكتاب متخصص في الحديث. وهنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب متخصص بماذا؟ بالتوحيد. إذا أدلة من كتاب السنة، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، هذا قول. القول الثاني أن البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في بعض النسخ، فبعض النسخ موجود في البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا عندنا في هذه النسخة سقطت من هذه النسخة، وجدت في بعض النسخ. القول الثالث كتاب التوحيد، هذا مقدمة لا داعي أن أشرح لك، أقول كتاب التوحيد واضح في أشياء لا تحتاج إلى شرح، هي واضحة، عدل، ظلم، أرض، سماء، لا يحتاج أن أشرح هذا، مفهوم؟ أي نعم، كتاب التوحيد هذا مقدم واضح. الرابع أن الأبواب الخمسة الأولى على ما ذكر قسمنا نحن، قلنا الأبواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد. إذن عندنا أربع أقوال لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكتاب. قال كتاب التوحيد، تقدم معنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة. من الأمور التي انتقدت عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنه ركز على توحيد الألوهية، ركز على توحيد الألوهية، انتقدوه وإذا هم يمدحوا. لماذا؟ لأن الخلل أكثر ما يكون عند الناس في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية، وأرادوا أن يقدحوا إذا هم يمدحوا. وذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنه هذا من أحسن ما يكون، مع أن المؤلف لم يترك توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، قلنا في أبواب كاملة في الأسماء والصفات، باب من يحدث فيها من الأسماء والصفات، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأبواب في توحيد الربوبية، باب ما جاء في المصورين قلنا لكم الآن، باب التسمي بقاضي القضاء، وسيأتي بإذن الله تعالى. إذا ركز المؤلف على توحيد الألوهية، توحيد العبودية، لأن الخلل فيه أكثر ما يكون، ولم يتجاهل الربوبية والأسماء والصفات. وقول الله تعالى هذا المقدمة، الباب الأول لو تنظر في الآيات والأحاديث تجدها تستمع في ماذا؟ باب وجوب التوحيد. إذا جاء بالباب الأول أراد أن يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وثنى بباب، بأي باب؟ الذي يعرف يرفع إصبعه، نعم، بباب فضل التوحيد. لماذا؟ قد يقول قائل المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كأنه يرى أن التوحيد ليس بواجب، كيف نرد على من يقول هذا الكلام؟ لو قال قائل أن المؤلف قال في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لو قال قائل هذا الباب يدل أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب، نقول لا، قدم أي باب؟ باب وجوب التوحيد، قدم أولا باب وجوب التوحيد. عندنا قاعدة يذكرها العلماء أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا هذا لا يعني أن صيام رمضان ليس بفرض، صلاة الجماعة هذا لا يعني أن صلاة الجماعة ليست بواجب، مفهوم؟ إذا ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. ونقول المؤلف قدم، لماذا جاء بهذا الباب؟ قلنا جاء بالباب الأول حتى يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، لأن كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد. والله لو الدرس هذا درسنا في كتاب النجاح، شوف ما شاء الله تنشرح الصدور، أعوذ بالله. ولو وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، منظومة قواعد فقهية
في كل شرح عندما شرح هذه المنظومة في كل موضع لا يأتي بالمثال فكري، يأتي بالمثال في التوحيد. لماذا؟ أنه عرف سبب وجوده في هذه الدنيا، وأن التوحيد هو أصل الأصول. صح؟ أي نعم. ولهذا قالوا الفقه الأكبر في ماذا؟ في العقيدة، في التوحيد. إذن لابد أن يكون شغلك الشاغل هو التوحيد، فضل التوحيد حتى تشتغل. الآن عرفت وجوب التوحيد وتشوقت إليه بفضل التوحيد، قال الآن لابد نأتيك بباب تحقيق التوحيد، هو الباب الثالث. لماذا؟ حتى تحقق التوحيد، تخلص التوحيد، تصفي التوحيد. من ماذا؟ من الشوائب، من الشرك، من البدع، من المعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أراد أن تحقق التوحيد، تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات. كيف نحقق التوحيد؟ أخواننا، هذا الكتاب وبلوغ المرام تحفظ تحفظ. طالب علم لا يحفظ هذه الكتب، هذا ليس بطالب علم عند الشيخ بن باز رحمه الله. تمام. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة. الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة. فالطالب قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بابنا المياه، المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الماء الطهور والماء سرد الكتاب كاملا. يقرأ من حفظ الطالب، يقرأ على من؟ على الأستاذ، على الشيخ. ثم عندما انتهى قال: يا أستاذ، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا العلم، هذا العلم. علمك هو الذي تراه في الظلام، أو بعبارة أخرى وإن كان فيها شيء، هو الذي يدخل معك إلى الحمام. أنا جنتي في صدري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لازم تحفظ كتاب التوحيد، لابد، مثل ما تحفظ اسمك. بعض الطلاب، والله كان عندي طالب، أو يعني أنا اشترط الحفظ قبل الدراسة، أما الآن الله المستعان، فقلت له: لابد تحفظ. قال: احفظ ايش؟ قلت: كتاب التوحيد. قال: انا احفظ كتاب التوحيد والقول المفيد. كان الاختبار عندنا، الان اختبار في كتب مطبوعه، الاختبار في القديم كان في دفاتر. والله يكتب لي في الدفتر القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله. قلت: اسمع، انا المفروض ادرس عندك. صحيح، حفظ، لابد من الحفظ. احفظ، وكل حافظ الإمام إذا كان يعمل بعلمه. نعم. فلو سألك سائل كيف حقق التوحيد، تقرأ عليه باب تحقيق التوحيد. قال: ما الأدلة على وجوب التوحيد؟ تقرأ عليه الباب الأول. ما الأدلة على فضل التوحيد؟ تقرأ عليه الباب الثاني. كيف أخاف من الشرك؟ الباب الثالث. قال: أول ما يدعى عليه الصلاة، تقرأ عليه الباب الخامس، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله في الحب. طلب من الشيخ، قال: الآن تخطب. لابد يكون عند الطالب خطبة طوارئ، خطبة طوارئ، هذه لا تخرج إلا إذا يعني بلغت الحلقوم يعني كما يقال. فقال: قم اخطب الآن. قل: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما والله صنع مسابقة في الجامعة الإسلامية قبل سنوات، وخرج أحد الطلاب من المغرب العربي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعطوه جائزة، أول جائزة. ماذا يقرأ؟
وسطية، خطب مرتبة جاهزة، مفهوم؟ لا تتعب ولا شيء. إذا كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقراءة الباب؟ تحقيق التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، قول عمل اعتقاد لا بد. كيف نحقق التوحيد بقراءة الباب؟ بالقول والعمل والاعتقاد، بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الاقتداء بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون، صحيح، وترك الكيل والرقية والتطير لصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروع. هذا باختصار تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. أي باب من هنا الآن، من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، تحقيق للتوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الظل، من تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، من تحقيق التوحيد ترك التصاوير والتماثيل وقول ما شاء الله وشيء، كل هذا تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب، مفهوم؟ إذا لو قال لك قائل لماذا جاء بباب الباب الرابع باب الخوف من الشرك، نقول لأن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك، ولأن بعض الناس قد يقتر بنفسه ويقول كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله يا أرض اشتقي ما عليك دم، لا يخاف من الشرك، لا، يقول هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، خليل الله أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، ومع هذا يدعو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا أنت من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته رضوان الله عليهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا نحن من باب أولى. كيف نخاف من الشرك؟ ها من يعرف؟ الآن أقول لكم كيف نخاف من الشرك؟ قراءة الباب، سبحان الله، لماذا نحفظ؟ اقرأ على الباب. أي إنسان يسألك كيف نخاف من الشرك تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صحيح، تسرد عليه الباب كاملة، مفهوم؟ نعم، أدلة، وهذه ثمرة الحفظ، أدلة، لأن الآن لا يمكن أن يأتي إنسان مثلا يناظر إنسان آخر في مسألة مثلا في القبور وكذا ويقول له فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. لا، السلم متى يدرس؟ سلم الوصول بعد أن تدرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية حتى تضبط الأدلة، بعدين النظم يسهل لك المراجعة. أما تبدأ بالنظم خطأ في التوحيد أقصد، لكن في الأصول ابدأ بالنظم لا إشكال، في النحو ابدأ بالنظم لا إشكال، أما في التوحيد لا. تمام. إذا كيف نخاف من الشرك بقراءة الباب؟ كيف نخاف من الشرك؟ حذرنا الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لابد نخاف نحن من باب أول. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، إذا نحن من باب أول. كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، بالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بالبراءة من الشرك وأهله. ثم جاء بالباب الخامس، هذا آخر باب في هذا القسم، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. لماذا جاء به؟ سبحان الله، أنا أكرر، نعم، أوقف، لماذا جاء بباب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن من تحقيق التوحيد المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو لشهادة أن لا إله إلا الله. إذا جاء بهذا الباب، والله أعلم، لسببين. الأول
أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوفيق لا بد أن يدعو للتوفيق. أسمع شيخ معاني، بعض الناس يقيم في بلاد الكفر، والله وأنت تعرف هذا أكثر مني، يقول لم يخطر على بالي يوما من الأيام أن أتكلم مع كافر أقول له الإسلام دين حق ولا أعطيه كتاب، صح؟ وهو هيأ الله سبحانه وتعالى له فرصة الدعوة إلى الله، الله سبحانه. لكن لو تسأل، اسمحوا لي في هذه الكلمة، بعض الطلاب، بعض المشايخ يقول أنا أسأل الطلاب، أسأل الحجاج عندما يرجع من الحج، يرجع من ماذا؟ من الحج، عندما يرجع أقول أسأل الحجاج، ذهبتم مكة المدينة؟ نعم قطعة حج. التقيتم بالطلاب؟ نعم. ماذا صنعوا معكم؟ علموكم؟ قالوا لا. قالوا إذا ما المناسبة في لقاء الطلاب؟ قال يضيع علينا الهدي والفنادق. صحيح لا مانع أن الطالب يبيع ويشتري، لا إشكال، لكن الإشكال، كل الإشكال أن يأتي هذا هنا، صح؟ وأنت تعرض عليك تجارة، وأعظم تجارة مع الله لا تعلم ولا ترشد، أقل شيء خذوا إلى درس الشيخ عبد المحسن العباد، صدق والله، خذوا إلى الكتاب، خذوا تعال تأخذ كتب، عندنا كتب مهمة رائعة تستطيع تأخذها، احذر من البدع، الزيارات الشرعية في المدينة، عندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد تسد الرحل لزيارة المسجد النبوي، ولا يمكن أن تسد الرحل إلى دعوة إلى الله، تفتي لا، تتفلسف لا، تخرج عن النص لا، لكن ادعو إلى الله، خذ رسالة أعطيها للكافر، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يدعو إلى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، قال لا، حتى ممن دعوا قبل هذا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لديهم كتب منزلة من السماء، لديهم حجج، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين، مناظرة لا، هل ناظرهم لا، بين أخطاءهم لا، بين ما عليه النصارى واليهود لا، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله، مفهوم؟ إذا جاء بهذا الباب لسببين، أراد أن يرد على من يقول أن أول ما يدعو عليه الصلاة، وأراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. خمس أبواب بعيد، الباب الأول وجوب التوحيد، وجب عليك التوحيد، لابد يذكر لك فضل التوحيد حتى تشجع وتتدفق، تشوق يريد منك أن تحقق التوحيد، حققت التوحيد، من تحقيق التوحيد لابد تخاف من ضد من الشرك، وإذا حققت التوحيد وخفت من ضد لابد تدعو إليه، لأن من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، ورد على بعض الفرق الضالة الذين قالوا أنه أول ما يدعو عليه الصلاة، لا، أول ما يدعو عليه التوحيد. انتهى من القسم الأول، شرع في القسم الثاني تفسير التوحيد، الآن يقول ها أنا أفسر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، خذ توحيد من هنا إلى نهاية الكتاب، لأنه قال في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية كتاب التوحيد، وفي نهاية الكتاب ماذا قال؟ وما قدر الله حق قدره، قال انتبه، لابد تكون بين الخوف والرجاء، لا تتعاون، لا تتعالى على الناس، لا تترفع، لا، مهما توحد توحيدك بالنفس،
لابد أن تخالف الكفار إنه ما قدر الله حق قدره. كتاب والله أخواننا الشيخ صالح على الشيخ عندما أراد أن يشرح كتاب التوحيد ما استطاع. ألف إيش؟ أي كتاب؟ تمهيد. التمهيد هذا ليس بشرح لكتاب التوحيد. اسم الكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد. إذن إلى الآن هو لم يشرح كتاب التوحيد. ابن باز رحمه الله، شيخ ابن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد، آخر درس ختم الشيخ كتاب التوحيد، فقال الطلاب يا شيخ ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال الشيخ كتاب التوحيد. قال يا شيخ انتبه، الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات. مفروض يعني لا يأتي واحد منكم ويقول والله درسنا كتاب التوحيد، لا. كم مرة درس هذا الكتاب؟ كم مرة تعلم الناس؟ كم مرة تقرأ في هذا الكتاب؟ كم؟ لو تنظر إلى بعض العلماء تدريسهم لهذا الكتاب يمكن في أيام حياتك. والله صدق يدرس كتاب التوحيد، ينتهي يبدأ. هذا علماء اليوم الذي ينتهي فيه من كتاب التوحيد يبدأ بكتاب التوحيد، ينتهي من بلوغ المرام يبدأ بلوغ المرام. هذا العلم عنده، وهذا جعل في هؤلاء علم ضبط. الله، هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض. ماذا تصنع؟ صح؟ ما تستطيع تصنع شيء. يعني كم ألف بعد الأربعين النووية؟ كم؟ كثير. وكم ألف بعد أصول الثلاثة؟ كثير. وكم ألف بعد البخاري؟ كثير. وكم ألف بعد مثلا ألفية ابن ماجه؟ كثير. لكن الله سبحانه وضع لهذه الكتب القبول في الأرض. أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله، أي كتاب؟ الذي يعرف رفع السلام، أي كتاب؟ نعم يا بطل. لا، ها، لا، نعم، لا، سبحان الله، نعم أشكر. رياض الصالحين أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحين. لمن؟ للنووي رحمه الله. ابن عثيمين شرح رياض الصالحين، مسجل هذا عند ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنا أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب. من؟ ابن عثيمين الذهبي إمام له مؤلفات، يقول ليتني أعرف ما السر الذي بين النووي وبين الله، يوجد سر. هذا إمام الذهبي صح، لكن يقول يوجد سر بين الذهبي وبين الله سبحانه وتعالى. أنا لا، ليتني أعرف ما هذا السر. فأنت الآن بعض الناس يقول كيف كذا حصل ذلك؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، مفهوم؟ أي نعم. وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القبول، وش نصنع؟ نشرح، نمشي، ما نؤلف. يعني الآن بركة العلم، ترى هذا ليس خروج عن الموضوع، بركة العلم أن تسير على الطريق الذي سار عليه السلف. ابن عثيمين مثلا رحمه الله كان يستطيع يلغي بلوغ المرام ويؤلف بلوغ جديد، ويستطيع يلغي الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ويؤلف كتاب جديد، ويستطيع يلغي زاد المستقنع ويؤلف كتابا جديدا في الفقه، يستطيع. لكن ما استطاع هو، لأنه يعرف أن البركة أن يسير بهذا الطريق، مفهوم؟ الشناقطة بينه وبين ابن مالك يعني، وبين خليل مختصر خليل خلة. ف
يقولهم الشناقطة، يقول أن ابن مالك رحمه الله كتب في أول الألفية فائقة ألفية ابن معقل. ابن معقل الزغاوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات، وجاء ابن مالك وألف ألفية من ألف ألفية، وكتب ابن مالك فائقة ألفية ابن معقل فقط إلى هنا ونعم. هذا يقول الشناقطة رحمهم الله. فعندما نام ابن مالك رحمه الله جاء رأى في المنام من؟ ابن معقل الزواوي جاء في المنام، قال يا ابن مالك فائقة ألفية ابن معقل والحي خير من ألف ميت. فائقة ألفية ابن معقل والحي خير من ألف ميت، يقول أنت الآن حي، أنا ميت لا أستطيع أناقشك الآن، صحيح؟ لو كنت مثلك الآن على وجه الأرض أناقشك الآن تتكلم بهذا الكلام. فاستيقظ من المنام وكتب فائقة ألفية ابن معقل وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميع، والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة. لازم نعترف للعلماء بالفضل، والله لن تجد بركة العلم إلا بأن تعترف لهؤلاء بالفضل. هذه زكاة العلم مهم جدا. بعض الناس يتكلم ولا يقول، حتى لا يقول جزاه الله خيرا من محمد بن عبد الوهاب. طيب، إذا عندنا أبواب خمسة، مقدمة فيها أبواب خمسة: وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، ثم فضل التوحيد حتى تشتاق، ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق، ثم الخوف من ضده، لأن من تحقيق التوحيد الخوف، ولا بد تخاف كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الدعوة إليه، لأن التحقيق من تحقيق التوحيد الدعوة إليه والرد على من يقول أن أول ما يدعو عليه الصلاة. هذه أبواب خمسة، شروط الدعوة إلى الله خمسة. هذه الشروط الخمسة قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الشروط هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول الإخلاص، وهذا الذي ذكرنا، لأن كثير من الناس لو دعا، يقول محمد بن عبد الله رحمه الله، لو دعا فهو يدعو لنفسه، حتى يقال عنه عالم داعي. على بصيرة، البصيرة ثلاثة شروط، على بصيرة ثلاث شروط هنا في بقى. على بصيرة، على بصيرة دليل واحد فيها ثلاث شروط: معرفة حال المدعو، والحكمة، والعلم الشرعي. يبقى معنا شرط واحد حتى تكتمل شروط خمسة: الصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا شروط الدعوة كم؟ خمسة. أربع شروط هنا في الآية، وممكن الصبر يدخل. نعم، تقول الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا الآن يريد يسافر إلى أفريقيا، لابد يعرف هؤلاء على أي معتقد، أي لغة، صحيح؟ ماذا لديهم؟ ما هو المذهب؟ لابد يعرف. إنك تأتي قوما، تهيئة الدعاء إلى الله من أهل الكتاب. والأخير الخامس الصبر.